خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة يا ربي. نتوما هانيك شي بخير؟ اي بالحمد لله. كنشكركم وكنعاود خوتي اليوم غندير معكم مسمن، ماشي مسمن مسمن مسمنات معمر، ماشي مسمن هو كيجي بحال الكرواسه، كنديرو مسمنات ومن بعد كندير فيهم الحشوه وكندخلها، كيكون معمرين زوينين كيجي في رمضان واعري. فوالا خوتي على بركه الله، عندي هنا نص الرباط تاع الفينو، وعندي نص تقريبا موتي تاع نص كيلو، فوالا فايت نص كيلو. وعندي هنا الحليب بودره، وعندي الخميره وشويه تاع السكر، معشاقه صغيره تاع الخميره شويه تاع السكر. وهنا عندي الملح سنغمل والماء على حساب القدر ديالكم، هادو كيجيو زوين في رمضان كتعمريهم كيجيو زوين، درتهم في رمضان اللي فات، دابا كنت نعاودهم نشوف نديرهم ونحطهم في العشان باش الانسان يسييهم وبصحتكم الا سييتهم. خوتي عندينا الحليب بودره معشاقه كبيره، وهنا عندي شويه تاع الملح. ابخي هاد الخميره غادي درت ليها السكر، السكر الرطب هذاك السكر البودره، بسم الله على بركه الله. تقدروا ديروا الروبو خوتي، انا عندي الروبو شويه فيه انا ملفت نعجن بيديا سيتو، غنديرها شويه معكم باش نسيو رمضان ان شاء الله بكري. نزلتهم العام اللي فات تقريبا نص تاع رمضان وانا كنديرهم على الاول كله، كيبغيوهم الدراري ما فيهم الحشوه ما فيهم دخله فيهم كفته كيجيو زوينين. ديري مسمنات ومن بعد كتعمريها يجيو بحال الكرواسه، فوالا هما ماشي كرواسه، ماشي نقول لكم القوام تاع الكرواسه ولا شي حاجه، نو هو عادي، خلوه شويه مرقوقه شويه باش تجيكم، انا راه جريته شويه غنزيد معاكم شويه الطحين. وعندكم ميزانكم شتي، انا راه نقدر ندير هذا كله ماشي مشكل، فوالا تخلوها شويه مرخوفه وعجنوها مزيان، دلكوها مزيان باش نقول لكم ما تلكوهاش واش حاجه، دلكوها القدر ديالكم اللي واجد. بسم الله كنخليوها ترتاح تقريبا شي 20 دقيقه هكاك، ومن بعد كنعمروهم وكنديرهم في الفرن حق ما غاديش نخبزهم في لا داك راشتي، نخبزهم في الفرن، نخبزهم في الفرن يجيو بحال الكرواسه، كديرهم البيض من الفوق شويه الفرماج كيجيو زوينين في الديكور وفي النظره وفي كلشي. فوالا ندير شويه الملح، ملح على حسب الذوق اي واحد. دابا غادي نعجنها وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله. درت شويه الخميره مع السكر، عندي معشاقه صغيره تاع الخميره صافي باش تجي خامره وتجي زوينه. دابا غادي نعلكها مزيان، شاف دابا راه عجنت شويه، غنزيد لها واحد النتيفه تاع الخميره فوق خميره الحلويات شويه، تقريبا الرويس تاع تاع المعالق، وعلكوه مزيان ماشي نقول لكم ما تعلكوهاش ولا شي حاجه تجيكم زوينه، لا علكوه خوتي مزيان، راه كيشي عجل هنايا راني علكتها ها، شوفوا خوتي كي ولات، نقول لكم عجنوها مزيان ماشي نقول لكم ديروا لها بحال كيما كنقولوا دي فوا، خصكم ضروري تعجنوها تعجنوها مزيان. دابا نخليوها تخمر، دابا باش نوجدو الحشوه ديالنا نوجدها ان شاء الله وتكون مرخوفة مزيانة. كيفاش كتولي ولا خوتي، غنوجدو الحشوة معاكم. عندي هنايا جوج بصلات كبارات، هنا عندي الفلفلة الحمراء، عندي الفلفلة الخضراء، وعندي هاد القصيبر تيهم زوينات، وهدا يازير وزعيترة، العطرية التوابل تاعي هما هادو. عندي هنا الملحة، عندي الزعتر تاع المغرب، عندي البزار، عندي شوية الكوزة، شوية الحمراء، البزار الأبيض، مبغيتوش تطلعو ماشي مشكل على بركة الله، نديرو شوية دابا
شويه زويته ونديروا شويه ملح نخلط ندوها نتحروها. انا البصله وهادشي كلشي غادي نرميهم ما بعدياتهم ماشي مشكل حيت يتحروا ما بعدياتهم اكلو نديرو وحديتو كيجي مزيان نجوجهم بحال بحال كياخذوا طياب واحد. غنديو من نطيبهم درت على الملح والزيت ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله ملي ندير الحشوه. دابا هنا عندي نص كيلو تاع الكفته نص كيلو تقريبا واه تقريبا نص كيلو ماشي مشكل ديروها تاع الدجاج ديروها تاع ديروها بالطون ديروها باي حاجه كتجي زوينه. بسم الله ندير شويه الملح هي غنديرو فيها هي نديرو فيها العطريه عاديه شويه الحمراء شويه نتيفه تاع الجوزه والبزار نورمال شويه البزار شويه تاع البزار بيض شويه دابا حنا غادي نديرو هنا حتى غادي نطيب هادي معاهم باش نخلطهم من بعد سي فوالا هاد العود تاع الزعتر ندير شويه تاع تاع القزبر نخلطو بحال هكا وصافي حتى عرفتي خصنا نحشتوها من الطبق نحشتوها ندير شويه زويته وندير هادشي حار معاك. دابا غادي نشقها حيت تشحر مزيان فيتها تشحر مزيان تايا ونخلطها مع بعضياتهم خليها تبردو وتعمر هداك الرغيفات ديالو. هما هي رغيفات هما كيجيو لا فورم بحال الكرواسة فوالا كيجيو بحال الكرواسة كيبانو في النظرة ديالو بحال الكرواسة ملي كنعمرهم مكنطاليهمش مثلا كيجيو زوينين. البصله كاع ما تشحروا بزاف خوت خليوه بحال هكا راه دابا فيا شنو تبعنا واه دابا نزيدها شويه العطريه البزار هنا عندي هنا عندي شويه الحمراء وذا كاع عطيه هنايا ما غاديش نقوي بزاف حتى غتشحر عاد شويه تحيد لنا ديك البنه تاع الخضوره ونصافي سالينا عليها خو عليها حتى هي هادو بغيت كنطيبو في الفران كيجيو زوين الخوت جربتهم صحتكم وراحتكم. هذا اللي فيه حطه لكم في رمضان ان شاء الله. دير هذا حتى بقى غوز شتي باش تخلط ليا هذاك الشيء كلشي يتخلط فيه مع بعضياتو صافي عاد طيب تلاقى هادشي وصافي كوعي. والخوتي عندي هنا موزاريلا وعندي فرماج كروير ولا القزبر عادي وهاديك الحشوة ديالي صاي هي قابلة برد. غندير كلشي دابا ندير كلشي وندخلو هنايا وهذا القزبر نجيبو نقطع دابا نقطع القزبر
واش نقطعو حتى التالي باش يعطيكم هذا الريحه. خلطوش هادشي دابا بخير الان بعدو خلطو خوتي، نقطعو العجينه ديالكم وخلوها ترتاح شويه. هانت خوتي العجينه كي ولات غنبيلها كترجع من البلا ديروها قد هكا ها. دابا غنبداو خوتي راه مرخوفه العجينه، نقولش لكم راه بحال بحال وراه مرخوفه شويه. دابا نخلط الحشوه ديالي، خلط فرماه هذا الشيء كلشي يتخلط. دابا غادي نطلقها ونديرها في الطاوه ديالي تاع الفران. عندي الطاوه هنا تاع الفران خوتي، ومن هنا ديريكتوم حيت مع مرخوفه ما تخليوهاش تتخلى. يلا على بسم الله على بركه الله. ورا هنا شويه الزيت وشويه الزبيده حيت كنديرها مرخوفه سي بخصه كنديرهم ديريكتوم راه مرخوفه مرخوفه مرخوفه. شتي كيفاش كتجي مخرقه تبارك الله حيت مع فيها شويه الخميره، ديك نص معشاقه تاع معشاقه صغيره تاع الخميره، شويه تاع العجينه تاع الخماره تاع الحلوه شويه قريصه وكتجي زوينه. ها كيفاش كتجي. دابا غادي نطويها من بعد عاد بما ترفد لي هذه غادي نطلق هذه، غنطلق بجوج حيت مع مرخوفه خلي هذه تطلق شويه باش نعمرها بخير. نعاود شي كيفاش خميره راها مطلوقه. نتمنى هاد العواسر تدخل علينا كل بالامن يا ربي حبيبي، هو يهز عنا الوباء يا ربي الحبيب. دابا هادي هي اللي درت اللولة حيت مع مرخوفة خنخليها حتى تشوف خوتي كي تجي. نطلقها مزيان، ندير لي شوية دابا نحط الحشوة ديالي فرما شوية ديجا راه مرقه العجينه ما تحتاجوهاش. كتجي بحال هكا ديريكتومون البلا، ندير الاخرى ثاني ومن بعد ندير شويه بشويه حيت راه مرخوفه خوتي انا كنقولها لكم وكنعاود وانا ما نعاودش لكم كيفاش كتجي ما شاء الله. شويه الفرمه شويه الكفته شويه صورة كلشي مخلط. انا ما كنديرش فيها خوتي الزعفران باش ما يخرج ليا ويرجع ليا كلشي اللون تاعو صفر. تقدروا خوتي ديروا نتوما زعفران، كندير غير شويه الحمراء وصافي. شفتي تجي بحال البوده فوالا من قبل وانا كنقلب عليها شتي فاش كتجي وما تقرصوهم. و شوف النبيله كدير نبوله دابا ندير انا هادي كاع زير كتجي بحال البول.
هنا عندي بيض اخوتي، وهنا عندي الكرام فريش، هنا عندي السيزام، فوالا غادي ندير الكرام فريش هنايا، عندي معشاقه ولا نتوما على القدر تاع الحشوه تاعكم شحال عندكم. انا ندير هاد جوج معشاقات ماشي مشكل. خلطو مزيان فرانا درتو يسخن، ما خليتوش يرتاح بزاف، ها بما ساليت هكا حدثها شويه ماشي بكثره بكثره درتها شويه المره. خلطو مزيان حيت هاد الكرام فريش كيخليها طريه، هادي على التجربه ديالي انا جات كله ويدير اللي بغاو ديروا على البيض وديروا مسكر بلا حتى شي حاجه. ها انتما خوتي كيجيو خمروا شويه وتلاقاو مع بعضيان وتسعوهم، ها ما غطيتهم ولا خمروا راسهم ما تبركوش بزاف باش ما يت فوالا هكا شتو الرق اللي يسخن انا كاين نحك عليه من الفرماج حيت غير من الحشوه ديال الفرماج نحب الحلاوه غير الدريفه اللي بغيتو خليهم صاب ندير معاه هكا بالفرماج عاب الكريير هكا تاع كريير الفوق وصات في في خوتي راهم كيجيو زوينين في شهر رمضان ان شاء الله مبارك يا ربي يدخلوا علينا كل الدين ان شاء الله ثبتنا على ديننا. فوالا ماشي بزاف غندير غير انتيفات وصافي شتي. دابا غندير ليهم هادو ندير ليهم كريير بسم الله انتما عارفين باش يجي زوين كيجي كريير كيجي واعي. فوالا نديهم دابا يطيبو ونرجع معاكم ان شاء الله. صافي خوتي خواتاتي ساليت فوالا كروا بحال كرواسه مسيمات معمرين ولا شنيا كلو كيسان كنقول بحال مسيمات معمرين اما بحال الطريقه كيجيو واعرين اخوتي نعرف كيفاش كيجيو ماشي هيتكم اخوتي كيفاش كيجيو باقا سخانين كيفاش كيجيكم كيجيو واعرين اخوتي نعرف كيفاش كيجيو هذا في رمضان كيجيو واعرين هذا في رمضان نتمنى يعجبكم خوتي ودوه قدموا من وليداتكم كيجي رمضان كيجيو واعرين يجيو ضياف عندكم ولا نتوما وليداتكم ورجالاتكم تجيهم كيجيكم زوين وخفيفين وسهلين كيجيو واعرين نتمنى يعجبكم خوتي ما فيهمش الخدمه بزاف راكم شفتم كيفاش عملت وانسان راه الخدمه الا كانت شي حاجه زوينه راه تسهل الانسان يتعب عليها شويه. فوالا خوتي نتمنى لكم السعاده وكل ما تمنيتو في حياتكم يا ربي نتمنى لكم السعاده وهذا رمضان يدوز عليكم بخير وعلى خير تمروا العائله تاعكم الصغيره والكبيره يا ربي على بركه الله. نوريكم دابا كيفاش تقدم كيفاش نقطعوها شتي فاش كتجي راه ما نعاودش لكم كيفاش كتجي خوتي راه كتجي واعره وكوكو كتجي محمره من التحت وكتجي زوينه كتجي واعره ما نعاودش لكم خوتي هادي بسلامه خوتي خواتاتي بسلامه.